لدينا حتى هذه اللحظة 33 شهيدا من أبناء الغوطة الشرقية من الدفاع المدني في الضربات المزدوجة وفي الضربات حيث يكون أصحاب القبعات البيضاء والدفاع المدني في مكان الحدث. يأتي الطيران وتأتي الغارة الأخرى على نفس الكادر، يكون لدينا جرحى وشهداء. بالنسبة للدفاع المدني عندكم مراكز لتدريب الكوادر؟ طبعا لدينا مركز التدريب والتطوير موجود بالغوطة الشرقية وهو يتبع لمحافظة ريف دمشق. هذا المركز يتبنى الشباب الجدد المتطوعين لدى الدفاع المدني، يقوم بإرشادهم وإعطائهم الحصص التدريبية الخاصة بالإسعاف والإطفاء والإنقاذ، وعلى سبل التعامل مع القصف الهمجي والمباشر على المدنيين في مناطق المحررة. آلية التدريب بمركز الدفاع المدني ضمن التدريب يكون ضمن أطر أكاديمية أو لا؟ طبعا نحن المشروع الاكاديمي عم نسعى لانه نوصله، ولكن نحن كلنا بنعرف انه مركز التدريب والتطوير انشئ على ايدي عمال الدفاع المدني السوري وعلى ايدي اختصاصيين، قد يكون لدينا مختص واحد فقط. صراحة كان نحن بأمس الحاجة لهيك منتديات بحوار بعض المنظمات الفاعلة على الأرض بالغوطة الشرقية، كان في مكتب طبي، كان في مجلس المحافظة، كان في دفاع مدني وبعض الفعاليات الأخرى. بداية كدفاع مدني نحن نوهنا على بعض الإحصائيات اللي هي كانت قبل التدخل الروسي وبعد التدخل الروسي على منطقة الغوطة الشرقية. هي المبادئ وهي الإحصائيات هي بين قوسين ممكن تكون الباب الأمثل لإيصال الإحصائية الدقيقة والصحيحة للمنظمات التي تكنى بالإنسانية، المنظمات والمؤسسات التي تعمل بالحقوق الإنسان في الدول الخارجية. هذه المعلومات نتمنى أن تصل وأن تكون باب لتأكيد على استهداف المدنيين واستهداف الأحياء السكنية من قبل قوات النظام وحليفه الروسي. بالبدايات القطاع الطبي الحقيقة والأطباء والكادر الطبي بدأ من البداية مع الثورة من البداية من المظاهرة.